أحمد محمد بمعلم اتفاق الرياض محطة تاريخية توجت بالاعتراف بالمجلس الانتقالي. قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد بمعلم أن اتفاق الرياض محطة تاريخية توجت بالاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال بامعلم في تغريدة له: اتفاق الرياض محطة تاريخية توجت بالاعتراف بالمجلس الانتقالي والجنوب وقضيته، ليبدأ شعب الجنوب مرحلة جديدة. وأضاف: علينا الآن أن نستعيد مؤسساتنا حتى نحقق الحلم المنشود في استعادة الدولة، حيث تتطلب المرحلة القادمة جهدا وعملا سياسيا حتى على مستوى الشارع.